السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ نتمنى أنكم تدعمونا باللايك الفيديو، خليوا لي التعليقات ديالكم في الموضوع. الناس ما مشاركيش معنا في القناة نتمنى أنكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. وعلى بركة الله نبدأ بأول فيديو اللي غادي نخليكم تشاهدوا فيه ستة أهداف رائعة وتدرس في مدارس كبرى للمنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة في أولى مبارياته بعدما افتتح مشواره في دوري اتحاد شمال إفريقيا فوز كبير على منتخب ليبيا بسداسية نظيفة. قبل ما نتكلموا نخليكم تشاهدوا الفيديو، نتكلموا أيضا عن المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة الذي يشارك في كأس العالم بأندونيسيا. المباراة الأولى كما شفنا كان فاز على منتخب بنما، والمباراة الثانية اليوم اللي خسر أمام الإكوادور بثنائية نظيفة. المنتخب الوطني المغربي بقيادة المدرب شيبا مطلوب عليه الفوز في المباراة الثالثة أمام البلد المستضيف هذه البطولة منتخب أندونيسيا من أجل تحقيق التأهل إلى الدور القادم. نتمنى إن شاء الله المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة التوفيق في مونديال ديال كرة القدم اللي محتضنه أندونيسيا. بالنسبة للمباراة ديال اليوم أيضا المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة بقيادة المدرب وهبي اليوم فاز على منتخب ليبيا بسداسية نظيفة. أهداف رائعة، مهارة رائعة من بعض اللاعبين، نتمنى إن شاء الله أن هذه المواهب نستثمرهم ان شاء الله باش يكونوا الخلف ديال المنتخب الوطني المغربي الاول لملف السنوات القادمه. اخواني ما نطولش عليكم، نخليكم تشاهدوا الملخص ديال الاهداف ديال المنتخب الوطني المغربي بعد ما فاز على ليبيا بسته اهداف عالميا. خليكم مع الفيديو نتلقاو في النهايه ديالو. خطير على الدفاع الليبي لكن موجود الحارس. 1-2 معاذ الضحاك، حامل الخميس رقم 10 سريع الفنيات الضحاك ماذا يفعل بالكره؟ التوزيع والهدف الاول، الهدف الاول لصالح المنتخب المغربي. انس المكاوي امامكم الصوره والمجهود، يتجاوز المدافع والتمرير على طبق دون تعقيد، الكره في الشباك. خطير جدا المنتخب المغربي، هذه ثابته. هدف ثاني كما قلت في دقيقة 21 أمامكم الإعادة، أمامكم الإعادة. كانت توزيعة بالتمرير في العمق لصاحب الهدف الأول فرصة، والهدف الثالث. شوف الفنيات تاع هذا اللاعب رضال علاوي لاعب الفتح الرباطي، يسجل الهدف الثالث والثاني ليه في الرصيد. التمريرة ليسير زبير، يسير يسير ماذا يفعل بالكرة في القائم الثاني، والهدف الرابع، الهدف الرابع من هذا الشوط الثاني يعني في دقيقة، وهذه الإعادة في دقيقة 47. الهدف الرابع للمنتخب المغربي كالعادة الخطر تسديدة. شوف الإعادة لياس أبو مسعودي لعب دون بوش، لكن المنتخب المغربي الحقيقة منتخب عتيد فنيات الحقيقة متميزة لكل لاعبي، ما نقول الجل لكل لاعبي الحقيقة. شوف الكرة والهجمة الجديدة للمنتخب المغربي، هذه فرصة المنتخب الخامس، التاسعة في هذا الشوط. في الإعادة نفس العملية قاعدة تتكرر، يعني تسرب من الرواق وبسهولة تسجيل الهدف الثاني تقريبا، ارضاء بالهزيمه. والمنتخب المغربي ربما قاعد يجري ويدور في الكره، لكن هذه فرصه جديده للمنتخب المغربي. المتميز معاذ الضحاك 1-2 مع لاعب اندرلخت، هذه فرصه خطيره. والسادس، الهدف السادس، انس تجرات. هذه الاعاده امامكم، ندرككم مع الصوره. شوف العمليه تقريبا بين 10 11 تمريره، شوف قديش من لمسه وفي الاخير الهدف. إذن إخواني كما شاهدتم كان هذا هو الملخص ديال الأهداف ديال المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة اللي حقق اليوم فوزا كبيرا على منتخب ليبيا بنتيجة 6 أهداف دون رد برسم الجولة الأولى من منافسات دوري اتحاد شمال إفريقيا الذي ينظم بتونس من 11 إلى 22 من هذا الشهر. ويشارك المنتخب الوطني المغربي في دوري اتحاد شمال إفريقيا لكرة قدم المخصص لمواليد 2005
2006 إلى جانب أربع منتخبات وهي مصر، الجزائر، ليبيا وتونس، البلد المستضيف لهذه البطولة. وتحقيقا لهذه الغاية استدعى المدرب ديال المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة محمد وهبي 26 لاعبا للمشاركة في هذا الدوري الذي سينظم على شكل بطولة مصغرة موزعة على خمس منتخبات، ويفوز بلقب الدوري المنتخب الذي يحتل المركز الأول في الترتيب النهائي. إذا المنتخب الوطني المغربي بسداسية نظيفة وأهداف كما شاهدتم رائعة وعالمية على منتخب ليبيا. المنتخب التونسي تمكن أيضا من الانتصار على المنتخب الجزائري بأربعة أهداف لهدفين في أولى مبارياته. أيضا نتمنى إن شاء الله بحول الله المواهب ديال المنتخب الوطني المغربي سواء أقل من 17 سنة اللي راهم يشاركوا في كأس العالم بإندونيسيا بقيادة المدرب المنتخب الوطني المغربي وليد شيبة، نتمنى يداركوا الموقف في المباراة الثالثة أمام بلد المستضيف لهذا البطولة منتخب أندونيسيا ويحققوا التأهل إلى الدوري الثاني من كأس العالم. كذلك المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة مع المدرب محمد وهبي في دوري اتحاد شمال إفريقيا بداية موفقة، نتمنى إن شاء الله بحول الله المباراة القادمة أمام البلد المستضيف أيضا لهذه البطولة دوري اتحاد شمال إفريقيا أمام المنتخب التونسي الذي فاز على المنتخب الجزائري بأربعة أهداف لهدفين، مدرسة كروية تونسية مغربية للمنتخبات لأقل من 20 سنة. إن شاء الله نشوفوا هذه المباراة في المستوى تكون فيها الروح الرياضية، ولما لا نشوفوا المنتخب الوطني المغربي وهذا الشبان كما نقولوا يمشي بواحد المسار جيد ويحققوا نتيجة إيجابية، لأن الأهداف ديال اليوم والله العظيم أهداف رائعة وفيها المتعة وفيها صراحة كتحس بالأهداف يعني تدرس في مدارس كبرى، أهداف مدروسة. ونتمنى إن شاء الله بحول الله أن يمشيوا على نفس المنوال ويحققوا تتويج بدوري اتحاد شمال إفريقيا. كل التوفيق إن شاء الله للكرة المغربية على المستوى المحلي والإفريقي والعالمي. تحياتي لكم.